قال البابا طوادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه لم يتوقع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية للتهنئة بقداس عيد الميلاد، مؤكدا أن حضوره أثلك صدور جميع المصريين وعلامة فارقة من علامات العهد الجديد في البلاد. أضاف البابا في تصريحات صحفية أمس الأربعاء أن زيارة الرئيس جاءت تعميقا للمحبة في مصر التي علمت العالم الحضارة وتباركت بزيارة السيد المسيح لها، مؤكدا قوة الاتحاد بين المسلمين والمسيحيين. لليوم الثاني على التوالي يواصل الأخوة المسيحيون في مصر بمشاركة عدد من المسؤولين المصريين احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، على الرغم من الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها شوارع العديد من محافظات العاصمة المصرية القاهرة. فرحتنا بتزيد بزيارات أحبائنا وبالمودة الأخوية اللي بنحملها في قلوبنا تجاه بعضنا. والحقيقة ليلة امبارح في القداس كانت فرحتنا كبيرة أيضا بزيارة ومفاجأة غير متوقعة للسيد رئيس الجمهورية. احتفالات شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيامه بزيارة مقر الكاتدرائية لتهنئة البابا طوادروس ومسيحي مصر بعيدهم، كما شارك فيها أيضا رئيس الوزراء إبراهيم محلب الذي أكد خلال تواجده بالكاتدرائية على ضرورة الوحدة بين أبناء الشعب الواحد. هي دي مصر اللي احنا تربينا فيها، نفرح مع بعض ولو في حاجة كلنا بنحس بيها مع بعض، وهنبني مع بعض، ودي بلدنا مع بعض، ورسالة العالم كله. احتفالات شارك فيها أيضا من خارج مصر إيهاب بدوي سفير مصر بباريس الذي توجه إلى كنيسة الملاك وماري جرجس بالعاصمة الفرنسية لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وسط حضور كثيف لأبناء الجالية المصرية بفرنسا من المسيحيين والمسلمين. إسراء سعد، الحياة الآن. كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية أثناء احتفالات عيد الميلاد المجيد قد لاقت ترحيبا كبيرا من المصريين في الداخل والخارج، فيما علقت الصحف العالمية ووكالات الأنباء الدولية على الزيارة ووصفتها بالتاريخية والحدث المهم الذي يؤكد اتحاد المصريين والشعبية الكبيرة للرئيس السيسي. من جانبه قال السيسي في كلمة التهنئة بالعيد إن مصر تصدر للعالم معنى الإنسانية والحضارة، وإن المصريين سيبنون الوطن جميعا. لم يكن احتفال الأقباط بعيد الميلاد مثل كل الأعوام السابقة، فلأول مرة في التاريخ المصري يحضر رئيس الجمهورية لقداس عيد الميلاد. الحضور للقداس في الكاتدرائية فاجأهم مجيء السيسي وسادت فرحة عارمة بينهم، خاصة بعد تأكيد الرئيس على عدم التمييز بين المصريين. مهم جدا ان الدنيا تشوفنا المصريين، وانتوا بتلاحظوا ان انا ما بقولش ابدا غير كلمة المصريين. ما ينفعش حد يقول لحد غير كده، احنا المصريين. مشهد الاحتفال تكرر في كل كنائس مصر رغم محاولات الارهابيين لافساد الاحتفالات قبل ان تبدا، حيث استشهد 3 من رجال الشرطه نتيجه العمليات الارهابيه في الساعات التي سبقت الاحتفال بعيد الميلاد، والتي بدات باستهداف قوه تامين احدى كنائس المنيا، ما تسبب في استشهاد 2 من رجال الشرطه، كما استشهد النقيب ضياء فتوح اثناء تفكيكه عبوه ناسفه في الهرم. قوات الأمن كثفت من تواجدها أمام الكنائس، كما شهدت جميع المحافظات استنفارا أمنيا تحسبا لأي عمليات إرهابية تفسد احتفال الأقباط بعيدهم، وهي الخطة الأمنية التي بدأت في 23 من ديسمبر الماضي وتستمر حتى اليوم، وهي الإجراءات التي نجحت في خروج الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد بسلام دون وقوع حوادث تستهدف الكنائس أو المحتفلين.